هنا في بقى خلطه من، ركزوا معايا، البقدونس المجفف. طب هو ايه ازاي مفيش بقدونس مجفف قوي في السوق يا شيف؟ هقول لكم. طب لتجفيف الورقيات وبيفضل لونها اخضر وتجنن، اللي عنده مايكروويف هيتبسط جدا. هتاخدوا الورقيات زي ما هي، تنشفوها وتغسلوها وتغسلوها وتنشفوها، تحطوها في المايكروويف وتشغلوا المايكروويف عليها، وهتلاقوها مقرمشه جدا جدا، مجففه بوسط نظيف وصحي، مش متعرضه لاي اتربه، سريعه جدا. يعني احنا النهارده الصبح ما كانش عندنا بقدونس مجفف، حطيناه بالمايكروويف، فركنا البقدونس والنعناع، تقدروا تعملوا كده، واي ورقيات تقدروا، حتى الملوخيه تجففوها بالطريقه دي. اذا هنا عندنا اوريجانو مع بقدونس مع زعتر، تحبوا تحطوا ريحان، بتحط ساعات ساعات لا، هنحط الخلطه دي و